سلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك اليوم معكم واحد الفيديو جديد من الفيديوهات ديالنا في قطع السوبر بورد. اليوم نشوفو ديزاين 3 دي ديال هاد لا بيس. دونك اول حاجه نوفو بيس اون دي اوك، نرجع للديزاين ديالي. انا شباب راسي واقف في البوزيسيون هادي وكنشوف داكشي اللي كاين هنا. يعني شنو غادي يبان ليا؟ تو سامبلومون غادي يبان ليا الشكل ديال بحال هكا هابط، وغادي نرسم هاد الساركل اللي كاينه الوسط هنا. دونك نرجع ونجي من اول حاجه ناخذ البلان ديالي، ناخذ في اسكيس بوطون دووا ونمشي على اليسار ديالي، ولا نجي من هنا وناخذ قلم ناخذ ليه ونجي نطلق من هنا على هذا الشكل مثلا، ونطلع بحال هكا اللي بغيت، والقلم نحاول ندوره بحال باغي نرسم ساركل بايد، تنجيب بحال دومي ساركل غادي نجيبها ونجي هنايا نهبط هذا حتى هنا، نجيو مع هاد البوان ايشاب، نرجع للديسان ديالي، ولا نقدر نجي ناخد ساكل ناخد من هاد السونتر هذا بحال هكا فوالا، ونجي هنا هنا عندي شحال 40 وهنا عندي 50، دونك نجي ناخد كوتاسيون ها 40 وها 50. دونك بقات لي هاد السيركل اللي الوسط، نرجع للديزاين ونشوف شحال فيها، فيها ار 11، دونك نجي نعطيها ار 11 ديالها. ار 11 هي شحال؟ يعني هي 22. دونك غندير دابا نرجع للديزاين ونشوف شحال من هنا، من هاد البوان حتى لهاد البوان كنلاحظ 32. دونك غادي نخرج وندير لها اكستروزيون، شحال ندير هنا لها 32. نرجع للديسان ديالي، انا ما عنديش هاد البارتي هادي دونك نجي نحيدها. كيفاش غادي نجي نحيدها؟ نرجع للسوليد وورك ونجي هنا، لاحظوا معايا ندخل اسكيس، ناخد اسكيس يعني فات السيرفاس، نجي هنايا في نورمال، وغادي نجي ناخد واحد الغيكتونكل، غيكتونكل بحال هكا منفكرش بزاف حيت هاد البارتي ما عنديش مهمة، أنا باغي نحيدها. اللي عندي مهم هو من هنا لهنا خاصو يبقى اللي شحال فيه 7. نجي ناخد كوتاسيون نقول ليه من هنا لهنا 7 ياك، وندير فونكسيون ونقول ليه اونلوفي ماتيير. مي شوفو هنا هذا ما درتوش الفوق، دونك ندير ايشاب ايشاب دوبل كليك عليه ونجي لهاد ليسكيس هاو ديبلاسي دوبل كليك عليه وديبلاسي شو مانيرمون، ونجي هنا ندير اونليفمون دو ماتيير. دونك إذا دورت هذا هكا باش يبان لي شنو واقع، غادي نجي ديزان شحال أنا باغي نحيد هاد البلاصة باغي نبقى فيها السات. دونك 32 موان سات هي شحال؟ هي 25. دونك هنا نقول ليه 25 عفوا فوالا. شنو دابا باقي ليا؟ رجع للديزاين، نقدر نرسم هادي هي اللولى، ديجا درت هادي 11 وهادي ار 15، دونك نجي نرسمها. ناخد فهاد السيرفاس هادي شنو ناخد؟ اسكيس ونقول ليه بغيت في نورمال. هادي ما نعرفش نرسمها، غادي ندير لها غير كونفرتور وناخد سيركل من هاد السونتر هذا النيش بحال هكا، ناخد كوتاسيون شحال قلنا ار 15، دونك الديامتر غيكون هو 30، غندير فاليدي ندور بحال هكا الا بغيت باش تبان ليا، ونجي ندير لها بوساج شحال دي زويج. وغادي نجي هنا، شنو دابا باقي ليا؟ ندير بحال هكا، شنو دابا انا باقي ليا؟ باقي ليا خاصني نرسم هاد البارتي هادي، هاد لي نيرفيغ، هاد نيرفيغ بشحال بعيدة من هنا لهنا؟ بسيس. دونك غنجي وغادي نجي لهنا بلون، لاحظوا معايا مزيان،
ها هو تخيل، دونك نجيك لي كيفاش السيرفاس هاك، ندور هادي بحال هكا، نجي هنايا ونقول ليه انفيرسي ديكالاج، لاحظتو؟ وهنا نقول ليه بسيس ونفاليد. فوالا غادي نجي شنو غندير فهاد البلون هذا اللي درت دابا، كليك عليه ونقول ليه بغيت فيه اسكيس، عفوا هاد البلون هذا ونقول ليه بغيت فيه اسكيس، ونقول ليه عاوتاني في نورمال. وشنو غادي نجي ندير؟ نقدر هذا ندير ليه بحال هكا مع هذا، ندير ليه كونفرسيون ياك، وناخد واحد اللين ناخدو من هنا لهنا، ونجي نشوف لي كوتاسيون اللي عندي. دونك نلاحظ من هنا لهنا عندي فان، ومن هنا لهنا عندي فان. دونك نجي ناخد كوتاسيون من هاد البوان لهاد البوان، عندنا فان، ومن هاد البوان لهاد البوان شحال عندنا؟ فان. دونك دابا شنو غادي نمشي ناخد اجيستي، نمسح هذا ونمسح هذا اللي زايد، وندير فاليدي، نقدر ندور باش يبان ليكم، ونخرج ندير لها بوصة، ندير لها انفيرسي ديريكسيون، ونجي هنايا نشوف شحال بكاطخ. دونك نجي ونقول لها كاطخ بحال هكا، هاي الاولى ترسمت. شنو ندير في الثانيه؟ نقدر ناخذ عاوتاني بلون ونجي ناخذ من هاد السيرفاس، نقول لي انفيرسي ديكالاج ياك، واش انا نقول لي؟ نقول لي بفان. علاش؟ حيت الطول ديال هادي كامل هو فان العرض ديالها، وندير السيميتري. لما ندير السيميتري هاد البوصاج اللي درت دابا، ندير لي فونكسيون، هاي فونكسيون سيميتري، يقول لي باس دو سيميتري، نقول لي هو هاد البلون هذا صافي فالي. و بهذا شنو غنكونو درنا؟ غنكونو سالينا الشكل ديالنا. نتمنى تكونو استفدتو معايا، كيما فهمت شي حاجة يخليها لي في كومونتير، اي فوالا، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في حصة قادمة.